هذه ساحة جيونغ بوك في الشمال الشرقي أو الشمال الغربي عفواً من مدينة سيول، والمطلع على هذا القصر الوطني الذي كان فيه عهد الملوك الكوريين منذ 500 عام تقريبا. ساحة شاسعة محيطة بالقصر الوطني. هذا مدخلنا لموقع قصر جيونغ بوك في درجة حرارة تبلغ 11 درجة مئوية في فاتح أبريل عام 2017 للميلاد. الملابس التقليدية يرتديها السياح لإضفاء صورة الملامح التراثية للعهود القديمة في كوريا الجنوبية. نقوش وتصاميم رائعة جدا في مدخل القصر. Donc, on est ici.